لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع تاني حصة من دروس منهج العلوم للصف الأول الإعدادي. خدنا الحصة اللي فاتت العناصر وقسمنا العناصر اللي فلزات ولا فلزات. قلنا إن الفلز أي عنصر بيكون في المدار الأخير واحد أو اتنين أو تلات إلكترونات، أو إنما اللافلز بيكون في المدار الأخير خمسة أو ستة أو سبع إلكترونات. طيب عرفنا بعد كده إن المدار الأخير بيفيدني إن أنا ممكن أعرف التكافؤ. لو في المدار الأخير واحد أو اتنين واحد إلكترون أو سبع إلكترونات، ده بيكون تكافؤه أحادي. ليه؟ لأن اللي في المدار الأخير إلكترون واحد ده بيميل لفقد هذا الإلكترون، إنما اللي في المدار الأخير سبع إلكترونات بيميل لاكتساب إلكترون واحد، فبالتالي تكافؤه أحادي. بالنسبة للثنائي نفس الكلام، اللي بيكون اتنين أو ست إلكترونات، طبعا اللي في مدار الاخير اتنين بيميل لفقد هذان الالكترونان، اما اللي في مدار الاخير ست الكترونات بيميل لاكتساب الكترونين، فبالتالي بيكون برضو ثنائي. يعني اللي بيفقد واحد او بيكتسب واحد احادي، اللي بيفقد اتنين او بيكتسب اتنين ثنائي، اللي بيفقد تلاتة او بيكتسب تلاتة ثلاثي. دخلنا بعد كده على انواع الروابط الكيميائيه، وعرفنا ان في نوعين من الروابط، رابطه ايونيه، النوع الثاني رابطه تساهميه. قلنا ان الرابطه الايونيه لازم تنشا بين واحد بيفقد وواحد بيكتسب، يعني عنصر فلز وعنصر لا فلز، فلز والفلز بيفقد، لا فلز واللا فلز بيكتسب، فبالتالي بتنشا بين ايون موجب وبين ايون سالب. فبالتالي طبعا قلنا ان الرابطة الايونية بتكون مركبات فقط. ليه؟ علل. الرابطة الايونية تكون مركبات فقط لانها تنشأ بين ذرات عناصر مختلفة، عنصر بيفقد وعنصر بيكتسب. لكن الرابطة التساهمية عرفنا بعد كده انها بتنشأ بين عناصر لا فلزية فقط، لا تتم بالفقد ولا الاكتساب، ولكن تتم بالمشاركة. عرفنا الحصة اللي فاتت ان الرابطة التساهمية ممكن ينشأ عنها عناصر، لو كان ذرات العناصر المشاركة من نفس النوع زي مثلا الهيدروجين والهيدروجين H و H، او ينشأ عنها مركبات لو كان ذرات العناصر مختلفة زي ال HCl. طبعا ال H بيشارك بواحد عشان يكتمل ويبقى اتنين، وال Cl 17 بيشارك بالكترون عشان يكتمل. عرفنا ان في ثلاث انواع من الروابط التساهمية: رابطة تساهمية احادية، رابطة تساهمية ثلاثية، رابطة تساهمية ثلاثية. وان الرابطة التساهمية الاحادية كل ذرة بتشارك بالكترون، الثنائية كل ذرة بتشارك بالكترونين، الثلاثية كل ذرة بتشارك بثلاث الكترونات. دخلنا بعد كده على الصيغة الكيميائية، وعرفنا انها صيغة بتعبر عن نوع وعدد الذرات في الجزيء. وقلنا طريقة كتابة الصيغة الكيميائية ان انا بكتب الفلز على الشمال، واللا فلز او المجموعة الذرية السالبة على اليمين. بعدين بنبادل التكافؤات، واتعرضنا طبعا للموضوع ده بشكل تفصيلي في الحصة اللي فاتت. حبيت بس اراجع معاكم
نبذة مختصرة عن الحصة اللي فاتت بحيث ان احنا نكون لمين الموضوع. هندخل ان شاء الله النهاردة على انواع المركبات الكيميائية. طبعا المركبات الكيميائية اعدادها كتيرة جدا في الطبيعة. العلماء قسموا المركبات دي على حسب خواصها الى 4 انواع. النوع الاول وهو الاحماض، النوع التاني قلويات، النوع الثالث املاح، النوع الرابع اكاسيد. هندرس مع بعض اول نوع وهو الاحماض. حمض يعني ايه؟ حمض من نظر كده اي مركب بيبتدي باتش، اي مركب بيبدأ باتش، فبالتالي لازم يكون فيه هيدروجين. يبقى لما نيجي مع بعض نعرف الحمض، هي مواد او الاحماض هي مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات هيدروجين موجبة. يبقى هي مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات هيدروجين موجبة. ايه خواص الاحماض دي؟ الاحماض دي طبعا بتختلف عن بعضها في العديد من الخواص، منها طبعا اللون والطعم والرائحة ودرجة الذوبان في الماء. حاجة تانية ان الاحماض لها طعم لاسع، يعني لو مثلا كلت ليمونة كده هتحس بيه؟ هو ده الطعم، ده طعم الاحماض بالظبط، طعمها طعم لاسع. تمام. الخاصية التانية من خواص الاحماض انها بتحول لون صبغة عباد الشمس الى اللون الاحمر، بتحول صبغة لون عباد الشمس الى اللون الاحمر. في طبعا كتير من حبايبي الطلبة بيتلخبطوا بين صبغة عباد الشمس، بيقولوا ان هو طبعا عباد الشمس اللي موجود في يعني في الارض وكده. لا، هو صبغة عباد الشمس ده دليل من الادلة. عليكم السلام، اهلا وسهلا علي. يبقى صبغة عباد الشمس ده دليل من الأدلة، بيتغير لونه على حسب الوسط اللي هو موجود فيه. يبقى عرفنا ان الحمض له طعم لاذع وبيحمر صبغة عباد الشمس، يبقى الحمض يحمر، حمض يحمر. تمام. طيب عرفنا كمان ان الحمض دايما بيبتدي بإتش، يبقى الحمض دايما بيبتدي بإيه؟ بإتش، والإتش اللي هي الهيدروجين. تمام. طيب الاتش دي هترتبط بايه؟ الاتش دي هترتبط يا اما بمجموعة ذرية سالبة او هترتبط بلا فلز سالب. يعني في الحالتين لازم ترتبط بحاجة سالبة. لو ارتبطت بمجموعة ذرية سالبة زي H2SO4، ادي الاتش اهو وادي SO4 مجموعة ذرية سالبة. طيب ليه يا مستر انت قلت H2SO4؟ هقول لك لان الاتش احادي. تمام. والاس او 4 مجموعه الكبريتات ثنائي، فاحنا طبعا خدنا في الدرس اللي فات ان احنا بنبادل التكافؤات. لما نكتب صيغه كيميائيه بنعمل ايه؟ بنبادل التكافؤات، كل واحد بياخد التكافؤ اللي مش بتاعه. فالاتش خد التكافؤ الكبريتات بقت H2، وطبعا الكبريتات خد التكافؤ الهيدروجين احادي والواحد ما بيتكتبش. حمض كمان معانا زي ال HNO3، حمض النيتريك. حمض ايه؟ حمض النيتريك. يبقى الاحماض دايما بتبتدي بإتش وبترتبط بمجموعة ذرية سالبة، يا اما ترتبط بلا فلز سالب زي ايه؟ زي الكلور. عارفين ان الكلور لا فلز سالب، يبقى هتبقى HCl. طبعا الهيدروجين احادي والكلور احادي، فما الواحد ما بيكتبش. وزي حمض البروميك HBr. تمام. يبقى عرفنا ان الاحماض مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه، بتحمر صبغه عباد الشمس. هيجي لك سؤال يقول لك علل، علل الاحماض تحمر صبغه عباد الشمس ليه؟ قول له بسبب وجود ايونات الهيدروجين الموجبه. اي سؤال يجي لك في الاحماض قول له بسبب وجود ايونات الهيدروجين الموجبه. تمام. عرفنا كمان ان الحمض بيبتدي باتش وبيرتبط باي حاجه سالبه، سواء كان لا فلز سالب او مجموعه ذريه سالبه. يبقى سؤال علل، تحول الاحماض صبغه دوار الشمس الى اللون الاحمر
بسبب وجود أيون الهيدروجين الموجب. في مشاكل كده يا جماعة؟ تمام. في سؤال علي كمان، يمكن الحصول على أيون الهيدروجين من الأحماض؟ طبيعي، احنا قلنا اهو الحمض لازم يكون فيه اتش، يعني بيبتدي باتش، لازم يكون بيحتوي على ايه؟ على هيدروجين. فلما يقول لك يمكن الحصول على أيون الهيدروجين من الأحماض، قوله لأنها تتفكك في الماء وتعطي أيونات الهيدروجين الموجبة. طيب طبعا احنا قلنا الأحماض بتختلف عن بعضها في اللون والطعم والرائحة، في حاجات تانية الأحماض بتختلف عن بعض فيها، زي ايه؟ زي درجة الذوبان في الماء. في أحماض بتذوب في الماء وأحماض درجة ذوبانها بتختلف. تمام. كمان في أحماض قوية وأحماض ضعيفة. تقول لي يا مستر يعني قوية من ناحية ايه؟ أقول لك إن أنت إن شاء الله لما تكبر بإذن الله وتخش ثانوي أو تدخل جامعة بإذن الله، هتعرف إن في مواد ما بتذوبش إلا في وجود أحماض معينة. تمام. يبقى حمض الكبريتيك ده أو حمض الهيدروكلوريك دي أحماض قوية جدا. تمام. لكن لو شفنا حمض زي كربونيك، حمض ضعيف. حمض قوي يعني تام التأين في الماء، لكن حمض ضعيف غير تام التأين في الماء. كمان في أحماض ثابتة وأحماض غير ثابتة. حمض ثابت ما بيتغيرش زي ال H2SO4 وهو حمض الكبريتيك. طب لو شفنا حمض زي حمض الكربونيك، حمض ايه؟ كربونيك. هنشوف كده، دي معلومة ليكم انتوا، حمض الكربونيك رمزه H2CO3. يعني ايه حمض غير ثابت بقى؟ بصوا يا جماعة، الحمض ده مجرد ما بتمرره على ماء بيتفكك، بينحل لإيه بقى؟ بينحل ل H2O جزيء ماء زائد CO2. رمز ايه CO2 يا جماعة؟ حد عارف؟ CO2 رمز ايه؟ تمام. يبقى حمض الكربونيك بيتفكك او بينحل الى جزيء الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. طيب ندخل بعد كده يا جماعه على القلويات. هناك احنا قلنا الاحماض اي مركب بيحتوي على ايه؟ لا يعني الاحماض دايما بتبتدي بايه او بتحتوي على ايه؟ على اتش، على هيدروجين. تمام. طيب تعالوا نشوف القلويات بتحتوي على ايه. القلويات يا جماعه بتحتوي على مجموعه هيدروكسيد او اتش. اهلا وسهلا ابراهيم، مبارك. معلش يا ابراهيم، الحصه اللي فاتت الحلقه فصلت كده. ف القلويات يا جماعه بتحتوي على مجموعه ايه؟ او اتش. فبالتالي القلويات بتتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه، هناك كانت ايونات الهيدروجين الموجبه. يبقى القلويات تعريفها هي مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه. ايه خواص القلويات بقى يا جماعه؟ هناك احنا قلنا القلويات الاحماض لها طعم لاذع وبتحمر صبغه عباد الشمس، وقلنا حمض يحمر. هنا القلويات بتزرق صبغه عباد الشمس، يبقى قلوي يزرق، حمض يحمر. تمام. طيب القلويات كمان لها طعم قابض. لها طعم ايه؟ قابض. وكمان يا جماعه تنبيه ليكم، القلويات طبعا فيها مواد يعتبر كويه على الجلد، ف يستحسن انك ما تلمسهاش بايدك. طيب ايه اشهر القلويات اللي موجوده عندنا؟ تمام. لا ميه النار هي يعتبر احد نواتج حمض الكبريتيك. تمام. فيعتبر حمض ابراهيم. طيب نشوف اشهر القلويات اللي معانا يا جماعه. عندنا ثلاث مركبات. اول مركب وهو هيدروكسيد صوديوم، الاسم الشائع ليه الصودا الكوية، ايه رمزه؟ NaOH. الثلاث مركبات دول يا جماعة مهمين جدا.
يبقى هيدروكسيد صوديوم اللي هو الصودا الكاويه ان او اتش، هيدروكسيد بوتاسيوم بوتاسا كاويه كي او اتش، هيدروكسيد كالسيوم وهو ماء الجير رمزه سي اي او اتش الكل باي 2. طبعا يا جماعه احنا كتبنا 2 جنب الاو اتش لان الهيدروكسيد احادي والكالسيوم ثنائي، فبنعمل ايه؟ بنبادل التكافؤات. تمام. ندخل على سؤال علل. تحول القلويات صبغ دوار الشمس الى اللون الازرق. اي سؤال يجي لك في القلويات قول له بسبب وجود ايون الهيدروكسيد السالب. تمام. في سؤال كمان بيقول لك يمكن التمييز بين الاحماض والقلويات باستخدام صبغه دوار الشمس. طبيعي، احنا قلنا الاحماض بتحمر صبغه عباد الشمس والقلويات بتزرق صبغه عباد الشمس. فالاجابه لان الاحماض تحمر صبغه دوار الشمس بينما القلويات تزرق صبغه عباد الشمس. ندخل يا جماعه على النوع الثالث من المركبات وهو، برافو عليك يا ابراهيم، تمام. ندخل على النوع الثالث من انواع المركبات يا جماعه. احنا خدنا كده الاحماض والقلويات، هندخل على الاكاسيد. اكاسيد من اسمها كده يبقى موجود فيها ايه؟ واحد شاطر يقول لي بقى اكاسيد من اسمها موجود فيها ايه؟ ها، من اسمها يا جماعه يبقى موجود فيها ايه؟ هي اكاسيد يبقى اكسجين. برافو عليك يا ابراهيم. اكاسيد طبيعي موجود فيها اكسجين. الاكسجين ده يا اما يرتبط بفلز يا اما يرتبط بلا فلز. يبقى تعريفها هي مركبات تنتج من ارتباط الاكسجين بعنصر سواء كان العنصر ده فلز او لا فلز. طيب لو الاكسجين ارتبط بفلز هنسميها اكاسيد فلزيه، طب لو ارتبط بلا فلز هنسميها اكاسيد لا فلزيه. تمام، برافو. طيب الاكاسيد الفلزيه يبقى هيكون اكسجين مع فلز، هنجيب مين الفلز؟ ادي الصوديوم ان اي 2 او. طب انت يا مستر قلت لا ان اي 2 لان الاكسجين ثنائي والصوديوم احادي فبدلنا، يبقى اكسيد الصوديوم ان اي 2 او. كمان اكسيد الالومنيوم اي ال 2 او 3. طبعا قلنا كمان اي ال 2 لان الاكسجين ثنائي بينما اي ال ثلاثي اي ال 13 يعني 2 8 3 يبقى الالومنيوم ثلاثي، فبنبادل التكافؤات. الاكسجين بياخد تكافؤ الالومنيوم والالومنيوم بياخد تكافؤ الاكسجين. تمام. اكاسيد لا فلزيه بقى يعني الاكسجين مع عنصر لا فلز. تعالوا كده نشوف الكربون اهو لا فلز، يبقى سي او 2 ثالث اكسيد الكبريت اس او 3. تمام تمام، كمل يا جماعه. خدنا طبعا انواع المركبات الاحماض والقلويات. ندخل على النوع الثالث وهو الاملاح. بص يا جماعه الاملاح دي بصفه عامه هي موجوده يا اما في القشره الارضيه يا اما موجوده في مياه البحار والمحيطات. يعني هل مياه الانهار او الماء العذب موجود فيه املاح؟ معايا يا جماعه؟ انا بقول يا ابراهيم تمام. قول يا جماعه الاملاح موجوده في القشره الارضيه او موجوده في مياه البحار والمحيطات. تمام. الاملاح يا جماعه بصفه عامه بتتكون من شقين، شق موجب وشق سالب. تمام. يعني الموجب الملح لازم يتكون من جزئين، جزء عندي موجب وجزء ايه؟ سالب. طيب انا هقسم لكم الاملاح برضو كده عشان تفهموا.
ادي الملح يا جماعه، بيتكون من شق ايه؟ شق موجب وشق ايه؟ وشق سالب، يعني جزء موجب وجزء سالب. طيب مين عندنا موجب يا جماعه؟ مش عندنا يا اما فلز موجب يا اما مجموعه ذريه موجبه. ها فلز موجب، يبقى فلز موجب او مجموعه ذريه ايه؟ ولا فلز سالب. تمام. طيب فلز موجب، طب احنا عايزين نمشيها كده موجب بموجب مع بعض كده، عشان ايه؟ مين الموجب اللي عندنا يا جماعه عشان نبقى فاهمين برضو؟ يا اما فلز موجب يا اما مجموعه ذريه ايه، خلي ده موجب برضو عشان نشوف الموجب، نلم الموجب مع بعض. مجموعه ذريه ايه؟ مجموعه ذريه موجبه. عندنا موجب كمان يا جماعه، هل عندنا موجب غير الفلز الموجب والمجموعه الذريه الموجبه؟ لا. تمام قوي. طيب الفلز الموجب هيرتبط بموجب زيه ولا سالب؟ ها تمام قوي، يبقى الموجب لازم يرتبط بسالب عكسه. برافو. يبقى فلز موجب هيرتبط بحاجه سالبه، مش ممكن نقول لا فلز سالب. ها تمام. او مجموعه ذريه سالبه، يبقى الفلز الموجب ممكن كمان يرتبط يا اما بلا فلز سالب او بمجموعه ذريه ايه؟ سالبه. طيب نركز بقى مع بعض يا جماعه، فلز موجب، حد يجيب لي فلز موجب كده؟ طيب انا هوفر عليكم ازاي؟ لان ايه؟ مش ده فلز موجب بيفقد ان ايه 11 2 8 1 يعني بيفقد الواحد. طيب هيرتبط مع مين؟ مع لا فلز سالب. مين اللا فلز السالب؟ الكلور سي ال، سي ال 17 2 8 7 بيكتسب، يبقى لا فلز سالب. مش ده بقى مركب يا جماعه اهو، شق موجب اللي هو الصوديوم وشق سالب اللي هو الكلور، ده بقى ملح يا جماعه، ده اسمه ايه؟ ملح. ملح كلوريد. كلوريد ايه؟ ملح ايه؟ كلوريد ايه؟ الصوديوم. تمام. الاسم الشائع ليه يا جماعه؟ ملح الطعام. تمام. ملح ايه؟ ملح الطعام. يبقى كده لما يجي لك يقول لك سؤال علم، كلوريد الصوديوم ملح، علم، لانه يتكون من فلز موجب وهو الصوديوم ولا فلز سالب وهو الكلور. وصلت يا جماعه؟ طيب نشوف بقى الشق الثاني، فلز موجب مع مجموعه ذريه سالبه. نكتب الفلز الموجب الاول يا جماعه، نفس الكلام ممكن تكتب ال ان ايه برضو، ادي فلز موجب مجموعه ذريه سالبه. مين مجموعه ذريه سالبه؟ مش ممكن نقول ان ايه اس او 4 بس، ان ايه اس او 4 دي مجموعه ذريه سالبه بس كده. الصيغه ده ملح، ملح ابراهيم، فلز موجب واللي هو ال ان ايه مع مجموعه ذريه سالبه اس او 4 بس كده. الصيغه دي غلط يا جماعه. ليه بقى؟ لان الصوديوم احادي فبنديه للاس او 4، لكن الاس او 4 ثنائي فبنديها ايه؟ للصوديوم، يبقى ان ايه 2. صح كده يا جماعه؟ ان بنبادل التكافؤات. وصلت يا جماعه؟ بنبادل التكافؤات. طيب ممكن كمان نقول ام جي سي او 3. ايه ده يا جماعه؟ فلز موجب اهو، مش احنا قلنا الملح بيرتبط من جزء موجب وجزء سالب؟ مين الجزء الموجب؟ فلز موجب، المغنيسيوم. مين المجموعه الذريه السالبه؟ الكربونات سي او 3. طب يا مصر انت المغنيسيوم ثنائي والكربونات ثنائي، لما بنبدل التكافؤات بايه؟ الاثنين بتطير مع الاثنين. تمام يا جماعه؟ يبقى ام جي سي او 3. كده عرفنا ان الملح بيتكون من شق موجب وشق سالب. الشق الموجب طبعا بيكون يا اما فلز موجب يا اما مجموعه ذريه موجبه. الفلز الموجب اكيد بيرتبط بحاجه سالبه، ايه السالب اللي عندنا؟ لا فلز سالب
او مجموعه ذريه سالبه. تعالوا نشوف الناحيه الثانيه يا جماعه مع بعض كده. مجموعه ذريه موجبه، مجموعه ذريه ايه؟ موجبه. اكتب المجموعه الذريه الموجبه اللي عندك. مين المجموعه الذريه الموجبه اللي عندنا يا جماعه؟ مجموعه ذريه وحيده خدناها الحصه اللي فاتت. مجموعه ذريه موجبه، حد عارف مجموعه ذريه موجبه يا جماعه؟ وهي المجموعه الذريه الموجبه الوحيده ان اتش 4 بس ابراهيم. يبقى ال ان اتش 4 دي موجبه الامونيوم، تمام؟ ان اتش 4 دي المجموعه الذريه الموجبه الوحيده، عشان كده طالما هي موجبه بتتكتب على يسار الصيغه او على يسار المركب، تمام؟ ان اتش 4. طيب هترتبط بايه؟ مجموعه ذريه موجبه اكيد هترتبط بحاجتين، يا اما مش هي موجبه يبقى هترتبط بسالب. مين السالب اللي عندنا؟ نفس الكلام، لا فلز سالب او مجموعه ذريه سالبه. طيب يبقى لا، المجموعه الذريه الموجبه دي هترتبط بايه؟ يا اما بلا فلز سالب او مجموعه ذريه ايه؟ موجبه. مجموعه ذريه موجبه، صح كده يا جماعه؟ سالبه. سالبه، برافو عليك يا ابراهيم، برافو عليك يا ابراهيم، تمام قوي. مجموعه ذريه هي موجبه اكيد هترتبط بحاجه ايه؟ سالبه، تمام. يبقى الموجب دايما هيرتبط بالسالب. المجموعه الذريه الموجبه اللي عندنا قلنا ايه؟ الامونيوم هترتبط مع لا فلز سالب. نكتب كده المجموعه الذريه الموجبه NH4 مع لا فلز سالب. مين اللا فلز سالب؟ الكلور. يبقى NH4Cl، صح كده يا جماعه؟ طيب الناحيه الثانيه، مجموعه ذريه موجبه، اكتب المجموعه الذريه الموجبه NH4 مع مجموعه ذريه سالبه CO3. بس في حاجه حد يقول لي عليها، تمام، برافو يا ابراهيم. هنا بنحط اتنين عشان بنبادل التكافؤات، تمام. وزي NH4 NO3، تمام، دي كربونات امونيوم ودي نترات امونيوم، تمام. اه ابراهيم، يبقى كده يا جماعه قلنا ايه؟ الملح بيتكون من جزئين، جزء موجب وجزء سالب. الجزء الموجب يا اما يكون فلز موجب، تمام، يا اما يكون مجموعه ذريه موجبه، ده الموجب اللي عندي، يا اما فلز موجب يا اما مجموعه ذريه موجبه. طيب الفلز الموجب اكيد هيرتبط بحاجه سالبه، مين السالب اللي عندي؟ يا اما لا فلز سالب يا اما مجموعه ذريه سالبه. طيب لو فلز موجب مع لا فلز سالب، يعني ان ايه موجب مع سي ال سالب، كولي ملح كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام. طيب لو فلز موجب مع مجموعه ذريه سالبه، اكتب الفلز الموجب اللي عندك ان ايه؟ مجموعه ذريه سالبه SO4، طبعا قلت ان ايه 2 عشان بدلنا التكافؤات، ان ايه 2 SO4. عندك كمان فلز موجب زي الام جي مع مجموعه ذريه سالبه CO3، تمام. الجنب الثاني يا جماعه احنا قلنا يا اما يكون فلز موجب يا مجموعه ذريه موجبه. طيب المجموعه الذريه الموجبه اللي عندي اكيد هترتبط بحاجه سالبه طالما هي موجبه، يا اما يكون لها فلز سالب، يبقى مجموعه ذريه موجبه مع لها فلز سالب هيكون لي ايه؟ ان اتش 4 مجموعه ذريه موجبه مع لها فلز سالب وهو الكلور. طيب مجموعه ذريه موجبه مع مجموعه ذريه سالبه، المجموعه الذريه الموجبه ان اتش 4 والسالبه سي او 3، بدلنا التكافؤات بقى ان اتش 4 الكل باي 2 سي او 3، او ان اتش 4 مجموعه ذريه موجبه ان او 3، يبقى ان اتش 4 ان او 3. كل اللي عايزك تفهمه ان الملح بيتكون من جزئين، جزء موجب وجزء ايه؟ جزء سالب، تمام؟ وصلت يا شباب؟ تمام. زي ما قلنا الاملاح طبعا بتختلف عن بعضها في اللون والطعم والرائحة ودرجة ذوبانها في الماء. زي ما خدنا ان في قلويات شهيرة لازم نحفظها، في كمان املاح شهيرة. ايه الاملاح الشهيرة اللي عندك في المنهج؟
عندك ملح الطعام، ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم NaCl. تمام يا ابراهيم، برافو. في عندك ملح التوتيا الزرقاء اللي هو كبريتات النحاس المائيه CuSO4.5.5H2O CuSO4 نقطه 5H2O. طيب نترات الصوديوم اللي هو ملح بارود شيلي NaNO3. تمام. طيب نبص كده على الرمز ده يا جماعه، هتلاحظوا ايه؟ هتلاحظوا ان هو بيتكون من جزئين، جزء موجب وجزء سالب. مين الموجب اللي هنا؟ الصوديوم. ومين السالب؟ الكلور. طب ننزل كده على ملح التوتيا الزرقاء، مين الموجب؟ CO نحاس، صح. مين السالب؟ SO4 كبريتات. ننزل على عطرات الصوديوم، ملح بارود شيلي، مين الموجب؟ الصوديوم. مين السالب؟ النترات NO3. يبقى كده الملح بيتكون من ايه؟ من شقين، شق موجب وشق ايه؟ وشق سالب. لو جالك مثلا سؤال بيقول لك ايه؟ علل لما ياتي. ملح نترات او ملح بارود شيلي يعتبر من الاملاح، او نترات الصوديوم تعتبر من الاملاح لانها تتكون من شق موجب وهو الصوديوم وشق سالب وهي النترات. تمام؟ تمام، برافو ابراهيم. طيب الاملاح دي يا جماعه قلنا بتختلف عن بعض في الذوبان في الماء، في املاح تذوب في الماء واملاح لا تذوب في الماء. الاملاح اللي بتذوب في الماء، في الماء يا جماعه زي كلوريد الصوديوم NaCl، كبريتات بوتاسيوم K2SO4، نترات كالسيوم CaNO3 الكل باي 2، كبريتيت صوديوم Na2S. طيب تعالوا نشوف الاملاح التي لا تذوب في الماء. تمام، كلوريد فضة AgCl، يوديد رصاص BbI2، كبريتات رصاص BbSO4، كربونات مغنيسيوم MgCO3. برافو ابراهيم، تمام قوي. طبعا هنا بقول لك معلومات إضافية، جميع أملاح النترات والبيكربونات والصوديوم والبوتاسيوم والأمونيوم جميعها تذوب في الماء. طيب كمان جميع أملاح الكبريتات تذوب في الماء ما عدا ايه؟ ما عدا البريوم والرصاص والفضه والكالسيوم. في بيقول لك جميع املاح الكربونات لا تذوب في الماء ما عدا الامونيوم والصوديوم والبوتاسيوم. ان شاء الله يا جماعه وعدتكم الحصه اللي فاتت ان انا هرفع لكم المذكره، وفعلا رفعتها، وفي اخر الحصه باذن الله هنزل لكم الرابط. في سؤال علل لما ياتي، تعتبر الصودا الكاوية من القلويات بينما بروميد الرصاص من الرصاص. طب نفكر كده، الصودا الكاوية رمزها ايه؟ NaOH، صح كده؟ يبقى فيها OH، يبقى قلويات. قلنا اي حاجة فيها OH يبقى قلويات. طيب بروميد الرصاص بيتكون من ايه؟ نعم، غلط فيها ابراهيم. بروميد الرصاص من الاملاح، عفوا معلش يا ابراهيم. السؤال يا جماعه بيقول لك تعتبر الصودا الكاويه من القلويات بينما بروميد الرصاص من الاملاح. تمام، الصودا الكاويه من القلويات لما اجي اكتب الرمز بتاعها هيبقى NaOH، يعني معنى كده. برافو عليك يا ابراهيم. تمام، لما يجي يقول لك تعتبر الصودا الكاويه من القلويات، هي الصودا الكاويه اصلا فيها او اتش يبقى على طول قلويات، لكن بروميد الرصاص من الاملاح ليه؟ لان بيتكون من جزئين، جزء موجب وجزء سالب، صح كده؟ مين الجزء الموجب؟ الرصاص. مين الجزء السالب؟ البروم، صح كده؟ يبقى تعتبر الصودا الكاويه من القلويات بينما بروميد الرصاص من الاملاح لاحتواء الصودا الكاويه على ايون الهيدروكسيد السالب، بينما بروميد الرصاص يتكون من اتحاد ايون فلز موجب مع ايون لا فلز سالب. سؤال كمان بيقول لك تعتبر كربونات، علل، تعتبر كربونات. ماشي يا توقع، حاضر. تعتبر كربونات المغنيسيوم من الاملاح، ليه؟ نفس الكلام، طالما قال لك من الاملاح يبقى بتتكون من جزئين او شقين، شق موجب وشق سالب. حدد بقى من الشق الموجب. الشق الموجب هو المغنيسيوم لانه فلز وبيفقد. الشق السالب وهي مجموعة الكربونات، مجموعة ذرية سالبة،
يبقى الإجابة لأنها تتكون من اتحاد أيون فلز موجب المغنيسيوم مع مجموعة ذرية سالبة وهي الكربونات. احنا اتكلمنا النهاردة يا جماعة عن أنواع المركبات، قلنا في المركبات بتنقسم إلى 4 أنواع: أحماض، قلويات، أملاح، أكاسيد. تمام؟ الأحماض يا جماعة قلنا دايما أي مركب بيبتدي بإتش حمض، يبقى الحمض بيبتدي بإيه؟ بإتش هيدروجين. تمام؟ الحمض عرفنا ان هو بيحمر صبغة عباد الشمس. اي سؤال يجيلك في الاحماض علل الاحماض تحمر صبغة عباد الشمس، قول له لانها تحتوي على ايونات الهيدروجين الموجبة. تمام؟ قلنا الحمض يا جماعة بيرتبط بحاجتين، يا اما مجموعة ذرية سالبة زي H2SO4 او HNO3، يا اما بيرتبط مع علاف فلز سالب زي HCl. تمام؟ كلوريد الهيدروجين. دخلنا بعد كده على القاعدة وقلنا القاعدة بتنتهي بـ OH. القاعدة بتنتهي بقى بـ OH. القاعدة قلنا انها بتزرق صبغة عباد الشمس، لكن الحمض كان بيحمر. القاعدة طعمها لاذع بينما الحمض طعمه لاذع بينما القاعدة قابض، يبقى القاعدة طعمها قابض بينما الحمض لاذع. تمام؟ قلنا القاعدة بتزرق صبغة عباد الشمس، يجي لك سؤال علل القاعدة او القلويات تزرق صبغة عباد الشمس. معلش يا جماعة انا قلت قاعدة، ان شاء الله هتاخدوا بعد كده ان القلويات فيها جزء منها بيسمى قواعد، فمعلش ان انا قلت كلمة قواعد، ان شاء الله هتدرسوها في الايام اللي جاية في السنين اللي جاية باذن الله، هتعرفوا يعني ايه الفرق بين قاعدة وقلوي. تمام؟ القلويات يا جماعة قلنا انها ايه؟ القلويات بتزرق صبغة عباد الشمس بينما الأحماض تحمر. تمام؟ يبقى حمض يحمر. أي سؤال يجيلك في الأحماض قول له لأنها تحتوي على أيونات الهيدروجين الموجبة. أي سؤال يجيلك في القواعد في القلويات قول له لأنها تزرق صبغة عباد الشمس لأنها تحتوي على أيونات الهيدروجين الهيدروكسيد السالبة، عفوا يا جماعة الهيدروكسيد السالبة. طيب قلنا الحمض بيبدأ بإتش، القلوي بينتهي بـ OH. تمام؟ من اشهر الاحماض اللي عندك قلنا الـ HNO3، حمض النيتريك، حمض الكبريتيك، H2SO4. كمان قلنا من اشهر القلويات ملح الطعام، عفوا هيدروكسيد الصوديوم NaOH الصودا الكاوية، وعندك البوتاسا الكاوية KOH، وعندك ماء الجير اللي هو هيدروكسيد كالسيوم CaOH الكل باي 2. دخلنا بعد كده يا جماعه على الاكاسيد، وقلنا الاكاسيد يعني من اسمها كده بتحتوي على ايه؟ ها؟ على اكسجين. تمام؟ على اكسجين. الاكسجين ده يا اما بيرتبط بفلز فبنسميها اكاسيد فلزيه، يا اما بيرتبط بلا فلز فبنسميها اكاسيد لا فلزيه. تمام؟ بعد كده دخلنا يا جماعه على الاملاح، وقلنا بتتكون من شقين، شق موجب وشق سالب. شق الموجب يا اما يكون فلز موجب او مجموعه ذريه موجبه. طيب الشق السالب يا اما يكون لا فلز سالب او مجموعه ذريه سالبه. تمام؟ طيب نشوف كده يا جماعه كام سؤال كده، مين جاهز يتسال يا جماعه؟ ها ماشي يا ابراهيم. ابراهيم بس ولا ايه؟ تمام. طيب وبالنسبة ماشي. طب إسراء، طيب وهدى، ومين كمان؟ ماشي يا جماعة. طيب في سؤال، طب سؤال يا جماعة، هو أنا ينفع ينفع الملح، مش احنا قلنا الملح بيرتبط، مش احنا قلنا الملح بيرتبط بيكون شق موجب بيرتبط مع مجموعة، قلنا شق موجب بيرتبط مع مجموعة ذرية سالبة او لا فلز سالب. طيب طب ما الاكسجين لا فلز سالب يا جماعة، ينفع الملح شق الملح الموجب يرتبط بلا فلز سالب وهو الاكسجين واسميه ملح، ينفع؟
لا ما ينفعش، ما ينفعش يا ابراهيم. ليه؟ لان انا في الوقت ده مش هسميه ملح، انا هسميه اكسيد، صح كده؟ هسميه اكسيد، صح كده يا ابراهيم؟ يبقى الملح بيرتبط بكل اللي في الذات السالبه ما عدا الاكسجين، لانه في الحاله دي هيسمى ايه؟ هيسمى اكسيد وليس ملح، زي ال Na2O. ركزوا معايا كده يا جماعه، ال ان ايه مش ده شق موجب يا جماعه؟ مش ده فلز موجب؟ صوديوم موجب، صح كده؟ طب ينفع اقول ان ايه ده 2O؟ ينفع اقول ان ايه 2O؟ يبقى اقول ده ملح مثلا؟ ينفع اقول ده ملح؟ ما هو شق موجب اهو وشق سالب. ها ينفع اقول ده ملح؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش، لان هو كده ارتبط الاكسجين بفلز، فبيتسمى ايه؟ اكسيد فلز، اكسيد فلز، في الحاله دي ما بيبقاش ملح. طيب عايزين سؤال كده. السؤال رقم 18 يا جماعه، السؤال رقم كام؟ 18 اهو. حد شايفه شايفينه كويس يا جماعه ولا ايه؟ السؤال رقم 18 بيقول لك الاسم الكيميائي لماء الجير هو هيدروكسيد صوديوم ولا بوتاسيوم ولا كالسيوم ولا لا توجد اجابه صحيحه؟ ها كالسيوم، برافو يا ابراهيم، تمام. قلنا يا جماعه ماء الجير هو هيدروكسيد كالسيوم، لا يا علي، هيدروكسيد كالسيوم، هيدروكسيد كالسيوم. طيب ندخل يا جماعه بعد كده على الدرس. مين يا جماعه حضر معانا الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت؟ طب ذاكرنا بقى ولا ايه؟ تمام ماشي يا جماعه، ان شاء الله باذن الله. فكروني كده في اخر المحاضره ان انا ادي لكم الرابط بتاع المذكره باذن الله. تمام، هناخد يا جماعه بعد كده المعادله الكيميائيه والتفاعل الكيميائي. الاول عايزين نعرف يعني ايه تفاعل كيميائي. دلوقتي انا لو جبت شريط مغنيسيوم، عارفين المغنيسيوم؟ لو جبت شريط مغنيسيوم وحرقته في الهواء، ايه اللي هيحصل؟ المغنيسيوم ده فلز، هيدور على حاجه لا فلز، زي ايه؟ زي الاكسجين. هو موجب، هيدور على حاجه سالبه يمسك فيها، صح؟ طب انا حرقت المغنيسيوم ده في الهواء، مين اللي موجود في الهواء؟ اكسجين، صح كده؟ الاكسجين ده طبعا هيتحد مع مين؟ مع المغنيسيوم اللي انا حرقته، وهيتكون اكسيد مغنيسيوم. يبقى مغنيسيوم حرقته والاكسجين كان موجود في الهواء، هيمسكوا ببعض ويتكون لي اكسيد مغنيسيوم. تمام، تعالوا نبص كده يا جماعه على الفيديو ده. تجربة احتراق المغنيسيوم نحتاج لشريط مغنيسيوم ومنقط ولهب بنسر. أول إشي بنحط نمسك بالمنقط شريط المغنيسيوم ونعوض على اللهب. نتج عنا لهب، وهذا اللهب بنتج عنه الـ MgO أكسيد المغنيسيوم، هو من دلالات حدوث التفاعل. شايفين يا جماعه ايه اللي حصل؟ جبت شريط مغنيسيوم وحرقته في الهواء. تمام، برافو عليك يا ابراهيم. جبت شريط مغنيسيوم وحرقته في وجود الاكسجين، اتحد المغنيسيوم مع الاكسجين. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف التفاعل ده حصل ازاي. المغنيسيوم رمزه ايه؟ انا جبت شريط مغنيسيوم اكيد ليه رمز. رمز المغنيسيوم ايه؟ ام جي.
تمام. طيب اتفاعل مين اللي كان موجود في الهواء يا جماعه؟ ها مين اللي كان موجود في الهواء؟ اكسجين، تمام، او2 جزيء الاكسجين رمزه او2. طيب ايه اللي حصل؟ المغنيسيوم اتحد مع الاكسجين وكون لي اكسيد مغنيسيوم MgO. تمام، نوزن المعادله، هنعرف دلوقتي يعني ايه وزن المعادله. اللي حصل ده يا جماعه، مش المغنيسيوم والاكسجين هم دول اللي دخلوا في التفاعل؟ يبقى دي اسمها مواد متفاعله، متفاعلات. طب مش اكسيد المغنيسيوم ده هو اللي نتج من التفاعل؟ يبقى دي اسمها مواد ناتجه، يبقى دي اسمها مواد ناتجه. المغنيسيوم والاكسجين مواد متفاعله، عفوا مواد متفاعله داخله في التفاعل، او المواد الداخله في التفاعل. اكسيد مغنيسيوم مواد ناتجه، او مواد ناتجه من التفاعل. تمام، هنا طبعا انا سخنت، يعني كان موجود حراره، تمام، فبحط ايه؟ سهم معناه حراره. شايفين يا جماعه اللي احنا رسمناها دي؟ دي صيغه كيميائيه لمين؟ صيغه كيميائيه لاكسيد مغنيسيوم مثلا، اتكون من ايه؟ من مغنيسيوم تفاعل مع اكسجين. دي اسمها معادله بقى ايه؟ معادله كيميائيه، اسمها معادله كيميائيه، تمام، معادله كيميائيه عبرت لي عن ايه؟ المواد الداخله في التفاعل اللي هي المغنيسيوم والاكسجين، والمواد الناتجه من التفاعل اللي هي اكسيد المغنيسيوم. وشروط التفاعل، شرط طبعا ان انا حرقت اكسيد، حرقت المغنيسيوم، يبقى السهم ده معناه حراره، تمام؟ لا موزون يا ابراهيم، في اتنين اهي، المغنيسيوم دخل باتنين طلع باتنين، الاكسجين دخل باتنين، الاتنين مضروبه في الكل يا ابراهيم، تمام؟ وهناخد دلوقتي وزن المعادله. طيب التفاعل الكيميائي يا جماعه، يعني ايه تفاعل كيميائي برضو بالمعنى؟ انا عايز افهم التفاعل ده حصل ازاي، يعني ازاي اتكون مغنيسيوم اكسيد مغنيسيوم من المغنيسيوم والاكسجين، ايه اللي حصل؟ فاكرين لما قلنا وخدنا الروابط التساهميه، الروابط التساهميه، فاكرين؟ تمام. طيب الرابطه اللي في جزيء الاكسجين رابطه تساهميه ايه؟ احاديه ولا ثنائيه ولا ثلاثيه؟ ها ثنائيه، تمام قوي. طيب يعني معنى كده ان هو محتاج هيشارك باتنين، صح كده؟ يعني لو نيجي نرسمه كده، او تو او تو، مش هي هي، او عامله رابطه تساهميه مع الاو، وهنا في 6 2 3 4 5 6، ودي 1 2 3 4 5 6، مشارك باتنين، وده مشارك باتنين، 4 2 4، عفوا يا جماعه ده هيشارك باتنين وده هيشارك باتنين. نرسمها تاني، ادي الرابطه ايه؟ لا احنا بنتكلم عن رابطه تساهميه يا اسراء، رابطه تساهميه، ادي الاو2 مش هي هي، او رابطه او، طب اما يشارك باتنين هيبقى عنده كام؟ وده يشارك بكام؟ باتنين، اربعه، صح كده؟ تمام. طيب بصوا يا جماعه، عارفين ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعه ان جزيء الاكسجين ده اللي موجود على شكل او2 اتكسرت الرابطه التساهميه دي، شايفين الرابطه دي؟ اتكسرت، كل وحده او راحت لوحده ام جي ومسكت فيها، يبقى الاو دي راحت للام جي والاو دي راحت للام جي الثانيه، تمام؟ يبقى الرابطه التساهميه الثنائيه دي اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ يبقى حصل كسر بين ذرات المواد المتفاعله ولا لا؟ واتكونت روابط جديده بين مين ومين؟ بين المغنيسيوم الموجب
وبين الاكسجين السالب. يبقى دي في المتفاعلات كانت رابطه تساهميه، لكن في النواتج انا عندي فلز موجب وهو المغنيسيوم، وعندي لا فلز سالب وهو الاكسجين. يبقى الرابطه في النواتج ايه يا جماعه؟ واحد شاطر يقول لي الرابطه في الايونيه. برافو عليك يا ابراهيم، لانها نشات بين فلز موجب ولا فلز سالب. تمام يا طوقة، برافو. تمام، يبقى حصل كسر بين ذرات الاكسجين وتكونت روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله. يبقى التفاعل الكيميائي تعرفه بكل بساطه هو كسر الروابط بين ذرات جزيئات المواد المتفاعله وتكوين روابط جديده بين ذرات جزيئات المواد الناتجه. في مشاكل يا جماعه؟ تمام، يبقى هو كسر الروابط الموجودة بين ذرات جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة بين ذرات جزيئات المواد الناتجة. بعبر عن التفاعل ده يا جماعة بمعادلة، شايفين المعادلة اللي احنا كتبناها دي؟ اهي 2MJ زائد O2 سهمه عليه حرارة اداني 2MJO. طبعا الـ MJ زائد الـ O دي مواد متفاعلة، الـ MJO أكسيد مغنيسيوم دي مواد ناتجة. بدل ما اقول لك تفاعل اكسيد المغنيسيوم مع الاكسجين في وجود الحراره فتكون اكسيد المغنيسيوم، لا انا مش عايز اقول كده. انا عايز اعبر عن تفاعل بمعادله كيميائيه تعبر لي عن نوع وعدد الذرات في كل ايه؟ في كل مركب او عنصر. تمام؟ طيب دي طبعا المعادله اللي قلنا عليها، جبنا شريط مغنيسيوم وحرقناه، اتحد مع الاكسجين في وجود الحراره كون لي اكسيد مغنيسيوم. طيب المعادله الكيميائيه هي ايه؟ مجموعه من الرموز والصيغ الكيميائيه تعبر عن جزيئات المواد الداخله في التفاعل والمواد الناتجه من التفاعل، وكذلك شروط التفاعل ان وجدت. يعني احنا ايه شروط التفاعل هنا؟ الحراره، صح؟ مش احنا حرقنا شريط المغنيسيوم يبقى كان لازم وجود حراره. عبرنا عن الحراره بالسهم، يعني السهم ايه؟ اللي بالمثلث، يعني المثلث اللي موجود على السهم ده معناه حراره. تمام، يبقى ده شرط التفاعل. طيب هندخل يا جماعه على حاجه اسمها المعادله الكيميائيه الموزونه. يعني ايه معادله كيميائيه موزونه؟ تعالوا كده نبص على المعادله ده يا جماعه. 2MG 2MG زائد O2 سهمه عليه حراره هيديني 2MJO. لازم يكون عدد ذرات كل عنصر في المواد في الجنب ده قد عدد ذرات العنصر في الجنب ده، يعني الكفه دي قد الكفه دي. تعالوا نبص على عنصر عنصر. الام جي داخله بكام؟ الاثنين دي مضروبه فيها داخله باثنين، داخله باثنين. 2 ام جي طالعه بكام؟ طالعه باثنين 2 ام جي. طب تعالوا نبص على الاو 2، او 2 داخله باثنين طالعه بكام؟ الاثنين دي اصلا مضروبه في كل اللي وراها، يعني الاثنين دي بتاع الام جي وبتاع مين؟ وبتاع الاو. طيب تعالوا نوزن معادلة زي معادلة تكوين الماء. عارفين الماء يا جماعة بيتكون من ايه؟ المية بتتكون من ايه؟ H2O. برافو، يعني هيدروجين واكسجين. طب ما تيجي نكتبها مع بعض كده، هيدروجين H2 واكسجين رمزه ايه الاكسجين؟ O2. عايزين نكون مية، رمز ايه المية؟ رمزها ايه؟ H2O. طب ما فيش مشاكل اهو. طب ما هيدروجين، لا معلش الاو مش مكتوبه. الهيدروجين زائد اكسجين كون لي H2O ميه. ايه المشكله في كده؟ لا في مشكله بقى، قال لك المعادله دي غير موزونه. ليه؟ لان عدد ذرات المواد الداخله ما بتساويش عدد مواد عدد ذرات المواد الناتجه. طب تعالى نبص كده، ال H2 اتفضل يا ابراهيم. لما استخدم حراره يا ابراهيم، لما التفاعل بستخدم فيه حراره زي المغنيسيوم بكتب بحط سهم. طب في تفاعل تاني مثلا زي بدوب مثلا ملح الطعام، ملح بدوب في ميه، هل بكتب بحتاج حراره في التفاعل ده ولا ايه؟ تمام، يبقى لما بستخدم بولع في حاجه، يعني بولع مثلا في عنصر مثلا زي المغنيسيوم بكتب ان انا استخدمت حراره، بكتب مثلث. لكن في تفاعل ما استخدمتش فيه حراره او تسخين بالظبط، ده ما بيحتاجش حراره فعلا، يعني هيدروجين بيتحد مع اكسجين بيكون لي ميه، ما بيستخدمش اي حراره في الموضوع. تمام،
طيب تعال نبص على المواد دي، عايزين نوزنها مع بعض. H2 هيدروجين زائد O2 اكسجين هيديني H2O. طيب ال H داخله بكام؟ ها داخله بكام؟ باتنين. طالعه بكام؟ طالعه بكام؟ باتنين. تمام قوي، يبقى كده موزونه. طب تعال نبص على الاو كده، الاو داخله بكام؟ باتنين. طالعه بكام؟ بواحده. اعمل يا بقى، اضرب في اتنين، بس هل ينفع احط الاتنين هنا؟ لا، كل اللي بضيفه عشان اوزن المعادله قدام المركب كله او قدام العنصر هنا. تمام، يبقى بحط المعاملات كلها هنا، بحط اتنين هنا، يبقى كده بقت الاو موزونه. طب انا لما وزنت الاو بقت الاتش باربع، اتنين في اتنين باربع، معادله مضروبين. تمام، اتنين في اتنين باربع، يبقى احط هنا اتنين بره كمان، بقت الاتش داخله باربعه طالعه باربعه، والاو داخله باتنين طالعه باتنين، لان الاتنين مضروبه في الكل. تمام تمام، مفهوم يا جماعه؟ يبقى عدد ذرات العنصر الداخله في التفاعل تساوي عدد ذرات نفس العنصر الناتجه من التفاعل. في اي مشاكل يا جماعه؟ تمام، زي ما احنا شايفين اهو، قال لك الام جي زائد الاو 2 هيديني ام جي او. طب المعادله دي مش موزونه، مش موزونه ليه؟ الام جي داخله بواحده طالعه بواحده، بس الاو داخله باتنين طالعه بواحده، اعمل ايه؟ اضرب، اضرب مين؟ اضرب الام جي او في اتنين اهو. لما ضربت في اتنين بقت الام جي طالعه باتنين، يبقى اضرب بره كمان هنا في كام؟ في اتنين. يبقى المعادله النهائيه ضربت هنا في اتنين وضربت هنا في اتنين. تمام، نفس الكلام معادله تكوين الماء، H2 زائد O2 هيديني H2O. الهيدروجين داخل باتنين طلع بكام؟ طلع باتنين، بس الاكسجين داخل باتنين طلع بواحده، يبقى اضرب هنا في اتنين. لما ضربت في اتنين بقى الهيدروجين باربعه، بقى الهيدروجين بكام؟ باربعه، يبقى لازم اخلي اللي داخل برضه باربعه، اضرب هنا في اتنين، يبقى المعادله النهائيه 2H2. تمام، دخل باربعه طلع باربعه، الاكسجين داخل باتنين طالع باتنين، لان الاتنين اللي بره دي اللي قدام الاتش مضروبه في كل اللي وراها. طيب، يبقى اثناء موازنه المعادله الكيميائيه لو لا يجوز تغيير الصيغه الكيميائيه للماده بهدف تحقيق الموازنه. طيب، ايه قوانين الاتحاد الكيميائي يا جماعه؟ عندي قانونين اتنين، عندي قانون بقاء الماده وعندي قانون النسب الثابته. قانون بقاء الماده ما فيهوش اي مشاكل، زي ما فهمت اللي فوق هفهم اللي تحت بالظبط. يقول لك ان مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا جماعه، كل عنصر ليه كتله، كل عنصر ليه ايه؟ ليه كتله. بيقول لك في التفاعل الذي يعبر عنه بالمعادله الموزونه التاليه، 2 ام جي زائد او 2 سهمه عليه حراره هيديني 2 ام جي او. عشان اطبق قانون بقاء الماده، تمام، خدناها في سنه رابعه ابتدائي يا ابراهيم. عشان اطبق قانون بقاء الماده لازم يا جماعه تكون المعادله بتاعتي موزونه، ما ينفعش اشتغل بقانون بقاء الماده والمعادله بتاعتي مش موزونه، الا لو هو قال لي تحقق من وزن المعادله. تمام، يبقى قانون بقاء الماده بيقول لي مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل تساوي مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل. يعني مجموع الكتل دي مثلا طلع ب 70 جرام، يبقى اللي نتج يبقى يطلع معايا كام؟ انا حطيت في التفاعل 70 جرام، يبقى لازم اللي ينتج معايا 70 جرام. حطيت 50 جرام، لازم ينتج معايا في التفاعل ايه؟ 50، زي ما حطيت، يعني زي ما دخلت في التفاعل زي ما ينتج معايا بالظبط. تمام، والا يبقى في حاجه غلط. طب تعالى نشوف كده، بيقول لك اذا علمت ان كتله المغنيسيوم في التفاعل السابق المغنيسيوم بكام؟ ب 24، وكتلة الأكسجين ب 16. هنتحقق يا جماعة بإيه؟ من قانون بقاء المادة. بصوا بقى، أنا عندي المغنيسيوم ب 24 وعندي الأو ب 16. تعالى نعوض بقى. المغنيسيوم بكام؟ ب 24. مغنيسيوم ب 24، طب داخلة بكام؟ داخلة ب 2، عندي ذرتين مغنيسيوم، يبقى أضرب في 2، يبقى 2 في 24 زائد الاو بكام؟ الاو ب 16. طب كام او؟ 2، يبقى 2 في 16. تمام؟
انا كده بحسب المتفاعلات. طيب 2 في 24 ب 48 زائد 2 في 16 ب 32 هيساوي كام؟ هيساوي 80 جرام. يبقى المتفاعلات طلعوا معايا بكام؟ ب 80 جرام. الجزء ده الكفه دي طلعت معايا ب 80 جرام. لازم الكفه الثانيه تطلع معايا ب 80 جرام. تعالوا نحسب مع بعض. خد بالك الاثنين اللي قدام المركب اللي هو اكسيد المغنيسيوم، الاثنين دي مضروبه في المغنيسيوم ومضروبه في الاكسجين، تمام؟ طيب تعال نشوف كده مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل. 2 المغنيسيوم بكام؟ ب 24. طب والاكسجين ب 16. يبقى الاثنين مضروبه في ال 24 ومضروبه في ال 16. 24 و 16 40. 40 في 2 تساوي 80 جرام. يبقى كده مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل كانت بكام؟ ب 80. ومجموع كتل المواد الناتجه بكام؟ ب 80. اذا مجموع كتل المواد الداخله في التفاعل تساوي مجموع كتل المواد الناتجه من التفاعل، وهذا ما يحقق قانون بقاء الماده. يبقى حققنا قانون بقاء الماده ولا لا؟ ها؟ تمام بالظبط، تمام كده. طب تعالوا نخش كده على بقول لك مسائل محلوله. احسب مجموع كتل المواد الداخله والناتجه من التفاعل التالي. مديك الكربون ب 12 والاكسجين، اعمل الريفرش يا علي. مديك المعادله بيقول لك سي زائد او 2 سهمه عليه حراره هيديك ثاني اكسيد الكربون سي او 2. مديك السي بكام؟ السي ب 12 والاو ب 16. انا كل اللي بعمله ايه؟ بتحقق الجزء ده الكتل اللي هنا قد الكتل اللي هنا ولا لا؟ تعالوا نحسب مع بعض. عندك السي بكام؟ ب 12، هي داخله بذره واحده يبقى 12 بس. زائد الاو بكام؟ الواحده بكام؟ ب 16. طب هما كام؟ 2، يبقى 2 في 16. تمام؟ يبقى 12 زائد 2 في 16 هيساوي 12 زائد 32 هيساوي 44 جرام. يبقى كتل المواد المتفاعله 44 جرام. تعالوا نحسب بقى كتل المواد الناتجه. كام؟ السي بكام؟ السي ب 12. طب والاو؟ انا عندي كام او هنا يا جماعه؟ عندي كام او هنا؟ عندي 2، يبقى اضرب 2 في 16، تمام؟ يبقى 12 زائد 2 في 16 هيساوي كام؟ 12 زائد 32 هيساوي 44 جرام. يبقى اذا مجموع كتل المواد المتفاعله تساوي مجموع كتل المواد الناتجه، يبقى احنا كده حققنا مين؟ ها؟ حققنا مين يا جماعه؟ حققنا قانون بقاء الماده. تمام يا ابراهيم. طيب تعال نخش بقى على قانون النسب الثابته. نفس الفكره بالظبط، بس انا بطلع نسبه. يعني انت مثلا مجموعك في سنه خامسه ابتدائي جبت مثلا 209.5 مثلا، الدرجه من الدرجه من 210، انت مثلا جبت 209.5، بتعمل ايه؟ بتقول 209.5 على 210 في الميه، بيطلع لك نسبه درجتك في الميه. يعني مثلا انت جبت 99% مثلا، يبقى طلعت ايه؟ نسبة مئوية، تمام؟ هنا نفس الكلام، هنطلع نسب، يعني مثلا 2 إلى 3، 1 إلى 5، أنت معاك وليكن في فصل موجود فيه بنات مثلا وصبيان مثلا زي ما بيقولوا. الولاد مثلا 20 والبنات 10، يبقى نسبتهم لبعض كام؟ 2 إلى 1. مش الولاد قد البنات مرتين؟ تمام، يبقى نسبتهم لبعض كام؟ 2، يبقى النسبة 2 إلى 1. تمام، في مشاكل يا جماعة؟ 2 إلى 1. إحنا هنطبق نفس الكلام ده بالظبط. بيقول لك نص قانون النسب الثابتة. هنكتب المعادلة بتاعتنا المشهورة اللي هي المغنيسيوم زائد الأكسجين 2MJ زائد O2 سهمه عليه حرارة هيديني 2MJO. قانون النسب الثابته بيقول لك ان كل مركب زي اكسيد المغنيسيوم بيتكون من اتحاد عناصره، عناصره مين؟ مغنيسيوم واكسجين، بنسب وزنيه ثابته. يبقى كل مركب كيميائي يتكون من اتحاد عناصره بنسب وزنيه ثابته. تعالوا نشوف كده يا جماعه،
المغنيسيوم كام؟ انا عرفت خلاص ان المغنيسيوم ب 24، تمام. تعالوا نشوف بقى في المتفاعلات نسبة المغنيسيوم للأكسجين كام؟ نشوف نسبة المغنيسيوم مين اللي أكتر؟ بنسبة كام إلى كام؟ تمام؟ في المتفاعلات. طيب المغنيسيوم ب 24، طب هو داخل بكام؟ ب 2. أعمل ريفرش عليه. المغنيسيوم بكام يا جماعة؟ المغنيسيوم ب 24. طيب يبقى 2 داخل بكام؟ داخل ب 2، يبقى 2 في 24. 2 في 24 بكام؟ ب 48 جرام، تمام. يبقى كده المغنيسيوم دخل التفاعل ب 48 جرام. طب تعالوا نشوف الاكسجين بقى، الاكسجين داخل بكام ذرة؟ ب 2. كل واحدة بكام؟ ب 16. يبقى 2 في 16، 2 في 16 بكام؟ ب 32 جرام. طيب المغنيسيوم دخل ب 48 جرام والاكسجين دخل ب 32. طب تعالوا نقسم على ال 16 كده يا جماعه، على ال 16 48 على ال 16 فيها ال 3، 32 على ال 16 فيها ال 2، يبقى النسبه كام الى كام؟ النسبه 3 الى 2. يبقى نسبه المغنيسيوم الى الاكسجين في تفاعل تكوين اكسيد المغنيسيوم كام؟ 3 الى 2، تمام كده يا جماعه. طيب لو احنا استخدمنا نص الكميه بقى، لو استخدمنا ايه بدل ما نستخدم ذرتين مغنيسيوم، لا هنستخدم ذره واحده، يعني عايزين نستخدم نص الكميه. بدل 48 لا هنستخدم 4، بدل 48 هنستخدم 24، نفس الكلام. وبدل 32 في الاكسجين هنستخدم ايه 16. يبقى على 8 فيها ال 3، 16 على 8 فيها ال 2، يبقى برضه نفس النسبة 3 إلى 2. تمام كده يا شباب؟ يبقى كده احنا خدنا قانونين، قانون بقاء المادة بيقول لك إن مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل تساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل. قانون النسب الثابتة بيقول لك إن كل مركب كيميائي يتكون من اتحاد عناصره بنسب وزنية ثابتة. في حاجة مهمة يا جماعة عايز أقول لكم عليها. دلوقتي أنا في تفاعل تكوين أكسيد المغنيسيوم. أكسيد المغنيسيوم رمزه MgO، يعني لازم يكون عندي مغنيسيوم وأكسجين. طيب المغنيسيوم بكام؟ ب 48، لأن 2 في 24، والأكسجين 2 في 16 يعني 32، كون لي كام؟ مش قلنا 32؟ ركزوا معايا هنا في المعادلة اللي فوق. المغنيسيوم ب 24، معايا يا جماعة؟ قلنا يا جماعة في تفاعل تكوين أكسيد المغنيسيوم اللي هو رمزه MgO لازم يكون عندي إيه؟ لازم يكون عندي مغنيسيوم وأكسجين بنسب معينة ونسب ثابتة. يعني إيه؟ طيب تعالوا نشوف كده. المغنيسيوم أصلا ب 24، المغنيسيوم بكام؟ ب 24. المغنيسيوم ب 24، طب هو داخل بكام؟ ب 2. طب 2 في 24 48، 48 وعندك 2 في 16 اكسجين يبقى 32. 32 و48 يعني 80 جرام، صح كده؟ 80 جرام مغنيسيوم زائد اكسجين. طيب يعني انا لازم عشان اكون اكسيد مغنيسيوم يبقى عندي 48 جرام مغنيسيوم و32 جرام اكسجين، صح كده؟ متفقين؟ لازم يكون عندي 48 جرام مغنيسيوم و32 اكسجين. طيب لو جالك في الامتحان وبيقول لك عند تفاعل 50 جرام، مش 48 بقى، 50 جرام مغنيسيوم مع 32 جرام اكسجين هيتكون ايه؟ ها هيتكون كام؟ احنا
احنا عارفين ان احنا لما استخدمنا 80 جرام مغنيسيوم واكسجين اتكون برضو 80 جرام اكسيد مغنيسيوم. تاني بص يا جماعه، احنا قلنا عشان نكون اكسيد مغنيسيوم لازم يتفاعل عندي 48 جرام مغنيسيوم مع 32 جرام اكسجين، يبقى 80 جرام هيكون لي في النواتج 80 جرام اكسيد مغنيسيوم، صح كده؟ يعني 48 جرام مغنيسيوم، تمام، 48 جرام مغنيسيوم مع 32 جرام اكسجين هيكونوا لي 80 جرام اكسيد مغنيسيوم، صح؟ طب هو قال لك انا ما اعطيتلكش 48، ده انا اديتك 50 جرام مش 48. اللي هيدخل في التفاعل يا جماعه 48 بس، ويبقى 2 جرام بدون تفاعل. مش احنا اتفقنا ان التفاعل بيتم بنسب وزنيه ثابته ومجموع كتل المواد الداخله في التفاعل تساوي مجموع كتل المواد الناتجه؟ يعني اي زياده هيدينا يا جماعه مش هتدخل اصلا في التفاعل، متفقين؟ قال لك 60 جرام، قال لك 55، المهم ان اللي هيتفاعل 48 جرام بس من المغنيسيوم، تمام؟ والباقي يبقى بدون تفاعل. حد عنده اي مشاكل يا جماعه؟ في سؤال بيقول لك لابد ان تعلل، لابد ان تكون المعادله الكيميائيه موزونه، ليه؟ حتى يتحقق قانون بقاء الماده. التعبير عن المعادله عن التفاعل الكيميائي ان شاء الله، التعبير عن التفاعل الكيميائي بالمعادله الرمزيه افضل من التعبير بالمعادله اللفظيه، اكيد، لانها بتوضح ايه؟ عدد ونوع الذرات الداخله في تكوين المركبات والعناصر، صح كده؟ يعني لما اقول لك تفاعل مغنيسيوم مع الاكسجين، هو انا قلت لك كم مغنيسيوم وكم اكسجين؟ لا، لكن لما نعبر بمعادله رمزيه بنكتب كم ذره مغنيسيوم وكم ذره اكسجين، فبالتالي لانها توضح عدد ذرات العناصر الداخله في تركيب المواد المتفاعله والمواد الناتجه. سؤال علل، المعادله الموزونه هي التي تعبر بدقه عن التفاعل الكيميائي، ليه؟ لانها توضح عدد ذرات العناصر الداخله في تركيب المواد المتفاعله والمواد الناتجه. ان شاء الله يا جماعه ارفع لكم باذن الله رابط المذكره دلوقتي. بس حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال في اللي فات، في اللي خدناه النهارده؟ اي سؤال يا جماعه؟ طب حد مش فاهم اي حاجه يا جماعه؟ حد عنده اي مشكله؟ اتفضل يا ابراهيم. العفو يا دكتور، عندك سؤال يا اسراء ولا ايه؟ تمام، حد عنده اي سؤال يا جماعه قبل ما نقفل؟ العفو يا هدى، ماله اللفظ والرمز يا ابراهيم؟ ماشي يا ابراهيم، معادله لفظيه يعني انا بقول لك تفاعل الهيدروجين، بقول لك كده كتابه، ممكن اقول لك الهيدروجين اكتبه بالعربي، تفاعل الهيدروجين مع الاكسجين لتكوين جزيء الماء، تمام؟ معادله رمزيه يعني انا بشيل الاسم وبكتب الرمز مكانه، بكتب رمز الهيدروجين ايه؟ H2، رمز الاكسجين O2، رمز الميه H2O. انا ما قلتلكش هيدروجين واكسجين، لا، ده انا كتبت لك الرموز بتاعتهم بس، بقت معادله رمزيه، لكن الثانيه لفظيه بقولها بالبق كده او بكتبها. وصلت يا ابراهيم؟ يبقى معادله رمزيه انا بعبر عنها برموز. ليه يرمز للحراره بالمثلث؟ والله يا طوقة ده رمز كيميائي شائع، العلماء اللي حطوه يعني، تمام؟ ف اوعدك ان شاء الله ان انا هشوف ليه عملوا رمز الحراره مثلث، تمام؟ ان شاء الله يا جماعه ارفع لكم رابط المذكره دلوقتي. ده الرابط يا جماعه، تمام؟ وصل يا جماعه الرابط عندكم ولا ايه؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم بس مفيش سبب لأن الحرارة مزاح مثلث. ماشي يا إبراهيم، عامة أنا هشوف الموضوع ده يا جماعة. حد عنده أي سؤال يا جماعة قبل ما أقفل؟ ماشي يا جماعة.